نمرة ثلاثة في أسباب تانية فنية. بص أقول لك على حاجة بمنتهى الوضوح من غير ما ندخل رأسنا في الرمل يعني. تمام. الاتحاد من يوم ما جه بيهاجم بعنف وشتيمة شغالة، ودي مسألة ما بتشغلنيش، وأظن إن يعني لو هي تشغلنا كان زمان يعني اتهزينا من بدري جدا. فأنا متفهم تماما الهجوم الشديد، ومتفهم تماما إن وقت تغيير القرار هيبقى قدامنا رأيين، رأي شفته بقى اللي رجع في الكلام، وشفته بقى أصل ما حدش يقدر على الأهلي الكلام اللي هو بيتقال. تاني حاجة حتى بعض من جماهير النادي الأهلي هيقولوا شفتوا احنا اللي قدرنا نغير القرار واحنا اللي عملنا كل ده، احنا فاهمين هو هيحصل ومش قلقانين منه، ولو كملت برضه هتفقد الهجوم والشتيمة. أنا قلت للزملاء بتاع الكورة لو الناس شافوهم لابسين ملابس الإحرام هيقولوا شوفوا اللي قاعدين كتفوهم. بص الناس هتتلكك، الاتحاد هتتلكك الاتحاد، فدي مسألة يعني لا بتشغلنا ولا تهزنا. يعني أنت راضي عن نفسك بالقرار ده؟ في ناحية تانية فنية في المسألة. هي أنا قدام أمرين. إحنا اتحاد وحش الشاشة ونكابر في القرار ونكابر في الغلط، وما حدش هيقدر يغير لنا القرار، وإحنا هنطلب بيد من حديد وكلنا ايد واحده سكت، والكلام الكبير اللي محدش بس هو محدش يقدر يكابر على النادي الاهلي الاستعراض. لا انا بتكلم بشكل عام. بص اللي حصل حصل وحصل يعني في رؤيه ثانيه مع احترامي للصالح العام ورؤيه فنيه. ان النهارده بين محمد الشناوي حارس رقم واحد في مصر دلوقتي طبعا النادي الاهلي بعد في بدايه فبراير رايح كاس العالم للانديه، انت تودي الحارس برضه رقم واحد يعني بيمثل الكره المصريه وبيمثل مصر في البطوله، فانت تودي الحارس رقم واحد بطوله زي كده من غير ما يكون بيشارك في المباريات بعدها هيطلع على المباريات. ايه ده؟ هو ده السند اللي استندت عليه؟ انا بقول لك ما قلتش كده، انا بقول لك سندنا لها على الكلام الفني من لجنه الحكام. لكن انا بقول لك انا رؤيتين، زي اول حاجه احنا وحوش الشاشة يعني السند ده سند وطني، يعني انت استندت على سند وطني. انت ليه مش مستنيني اكمل؟ ما انا معاك اهو، بس انا بقول لك هم سبب، يا اما انا وحش الشاشه ومحدش شغال لي قراري وانا البريمو، يا اما انا شايف رؤيه فنيه ان انا عندي نمره 2، عندي الاهلي رايح بطوله كاس العالم للانديه، ثم عندي الحارس الاول المنتخب. لا عندك وعنده ماتش بيراميدز، الناس بص على ماتش بيراميدز. لا خالص انا سيبك من الكلام ده، ما تدقش الحكايه دي. طيب ان انا المهم الحاله الثانيه ان انا عندي كمان المنتخب الاول وده مؤثر عليه. أيوة. انا النهارده بعد كده، وعشان كده انا طلبت من محمد الشواربي عضو اللجنه، ومحمد الشواربي عضو اللجنه بالمناسبه 10 سنين في مسابقات الاتحاد الافريقي، انتهت ان هو كان مدير كاس الامم الافريقيه في جابون 2017، طلبت منه اعاده النظر في كل الامور عشان في اجتماع لانديه القسم الاول ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين اللي جاي، انا اللاعب المحترف، انا ازود الغرامات الماليه عليه واقلل الايقافات للاستفاده الفنيه سواء للنادي او للمنتخبات، هيكون من الناحيه يعني انا شايف ان هو من الناحيه الفنيه والصالح العام. الناس هتقعد بقى تهجم وتقول كل مش عارف، انا يعني ممكن اقعد اقول اسباب كده جدا، او تهدئه الشارع والاحتفال بين الجمهورين والكلام الحلو ده. طيب لكن انا بقول لحضرتك اللي حصل ان المجلس الاداره او اللجنه اللي موجوده رؤيتها ان هذا القرار هو القرار الافضل للصالح العام.